أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. الدولار الأمريكي والين الياباني أقوياء اليوم، في حين أن الباوند البريطاني ضعيفا بشكل خاص. اخترق زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مستوى الدعم السابق عند مستوى 1,1135، ويبدو تنازليا بشكل طفيف. زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يسقط من مستوى المقاومة عند مستوى 108.72 على ين أقوى. تراجع زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي من منطقة 1,3000 بعدما أوقف البرلمان البريطاني بريكزيت من الحدوث الأسبوع المقبل. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.